خلال حفل الافتتاح قال ليو تشون مين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية إنه بينما يحتضن العالم التحول الرقمي فإن الحاجة إلى التعاون الدولي أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، ويرحب المجتمع الدولي بمبادرات الصين ومشاركتها في إدارة الإنترنت العالمية. يساعد الابتكار الرقمي المجتمع الدولي بالفعل على مكافحة كوفيد-19، فهو يربط المدارس والشركات ويمكن الحكومات على جميع المستويات من ضمان توفير الخدمات العامة الأساسية. كما يعزز الابتكار الرقمي تطوير التقنيات المتطورة من خلال تقنيات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي و5G وسلسلة الكتل وغيرها من الأدوات، كما أن التحول الرقمي سيتسارع على نطاق عالمي فيما بعد كوفيد-19، وهذا سوف يصبح حالة طبيعية جديدة. قال عدد من المشاركين في المؤتمر إن التكنولوجيا الرقمية وابتكارات التطبيقات لعبت دورا بارزا في الوقاية من كوفيد-19 ومكافحته، وساهمت مساهمة كبيرة في مراقبة الوباء وتحليله وتتبع الفيروس والسيطرة عليه وعلاج المرضى وتوزيع الموارد، مما يعزز ثقة المجتمع الدولي بأسره للتغلب على الوباء بشكل مشترك.